بداية شيخنا الفاضل، ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حديث ثعلبة الذي لما قال لماذا مشى النبي على أطراف أنامله عند دفن خادمة ثعلبة، ثم يقال أنها تستحق القراءة، ثم قال كان ثعلبة يخدم النبي في جميع شؤون حياته، وبعثه ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأة تغتسل وأطال النظر إليها، فأخذته الرهبة وخاف أن ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بما صنع، فلم يعد إلى النبي، ودخل جبالا بين مكة والمدينة ومكث فيها قرابة 40 يوما، فنزل جبريل على النبي وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أن رجلا من أمتك بين حفرة في الجبال متعوذ بي. إلى نهاية هذا الحديث، صحة هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الحديث ذكره ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة تحت ترجمة هذا الصحابي ثعلبة، وقال إنه حديث لا يصح. وبالتالي فإن هذا الحديث من حيث الدرجة لا يصح، ولا يجوز أن يتناقل ولا أن ينشر، ثم هي دعوة أخرى ومتكررة نكررها. صحيح. من أنه لا يجوز لأحد أن ينشر أي حديث أو أي معلومة عن الشرع إلا بعدما أن يتثبت عنها من أهل العلم، وإلا فإنه سيتحمل وزرها ووزر من تلقى هذه المعلومة الخاطئة. الله المستعان، بارك الله فيك شيخنا.